السلام عليكم، وياكم وايت موكا. شلونكم يا جماعة؟ واليوم بتكلم عن بوكيمون الميستري جيفت الجاي حق اوميجا روبي واكس واي. راح يهدون البوكيمون هذا بشهر 4 شهر ابريل. البوكيمون هذا هو جيراتشي، بوكيمون الامنيات. البوكيمون هذا من اقدم الليجندريات او الاقدم البوكيمونات كانوا يهدونهم الاسطوريين باللعبة. فالحلو بجيراتشي او الحلو بالبوكيمون هذا الابلتي ماله سيرينج ريس. طبعا سيرينج ريس اللي ما يعرفه، الابلتيات اللي لها سيكندري افكت او الابلتيات اللي لها عوامل جانبيه، مثلا نفس عندكم هارت ستامب. طبعا هارت ستامب حركه فيزيكال سايكيك حق قليل البوكيمونات اللي ياخذونها، 30% ان تخلي اللي قدامك يطوف دورته او يصير له فلينش. الحركه هذه 30% مع سيرينج ريس تصير 60% ان تسوي حق اللي قدامك فلينش. الحلو بالجراتشي بالذات، اهم شيء موجود عنده الستاتس ماله كامل 100، كله يكون 100. فالشيء هذا حلو، شيء هذا بالنسبة له ممتاز، لأنه تقدر تسويه على اللي أنت تبي تسويه. يعني شايفين كذا شغلة، وأقدر أسوي تانك، أقدر أسوي أنوير، أقدر أسوي فيزيكال سويبر، وأقدر أسوي سبيشال سويبر. لكن أكثر شيء انشهر فيه جيراتشي، واللي يخليه أوفر يوز، أنه هو عنده سيرينج ريس، والحركات اللي يتعلمها جدا 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 قوية. لكن الصفات هذه أنا سويتها مجرد يعني كنوع من الشيء الأساسي، أو كنوع من الشغلة هذه تقدر تعدل عليها، تقدر تضيف، تقدر تشيل، تقدر تسوي اللي تبي. يعني مثلا بدال هارت ستامب تقدر تحط زين هيد بوت زيادة 30 دمج، 20 من الحركة، و10 من الستاب، فتصير هي 160 بدال 120. فالفرق راح يكون 40 بالدمج، لكن جانس الفلينش راح يقل 20%، لان هذه 30 وهذيك 20، فلما تدبلها يصير 60 وهذيك تصير 40. هارت ستامب احسن لكن اضعف، فالناس يقدرون يغيرون فيها. فمن الاشياء اللي انا حاب اني اتكلمها عنها بس بالفيديو هذا، راح احط الحركات و يعني كذا حركة كذا صفة له، لكن آخر شيء هي السالفة تكون حق اللي حاب إنه يلعب بالبوكيمون. وراح أحط أمثلة، وراح أحاول إني أغير حركات، وعد كل واحد وهذا. لكن هو من 1/4 لنهاية شهر 4، وندخل على شهر 5، تقدر تأخذ بأي وقت خلال شهر 4 من الميستري جيفت. تقدر تدش على الميستري جيفت ونزله. اول شيء الان راح اتكلم عن الفيزيكال سويبر، تشويس باند، سيرينج ريس، ماكس اي في على السبيد، ماكس اي في على الاتاك، والاربعه هذه تقدر تحولها على تبي. اللي هو النيتشر ماله جولي، يرفع السبيد ويطيح السبيشال اتاك. هارت ستامب، درين بانش، ايرون هيد، ويوتيرن. طبعا هارت ستامب الحلو فيها انها مثل ما قلت لكم 30% فلينش ستاب، تمشي وياه تصير بدال 60 تصير 90. درين بانش حلوة، لان يعني اذا طلع قدامك دارك، طلع قدامك مثلا الدارك ستيل بوكيمون هذاك نسيت اسمه حاليا، تقدر تعطي درين بانش تغشه فيها، منها ترد اتش بيك، منها دمجه دمج عالي حيل. ايرون هيد ستاب دمج عالي، فلينش 30% تصير 60%، فشانس عالي الفلينش. يوتيرن اذا نزلته اللي قدامك نزل، في حاله تصير نفس السالفه هذه تعطي يوتيرن تنحاش من المباراه اذا كنت اسرع منه. تقدر تحط بدالها بادي سلام، ان 60% بدال 30% تصير 60% انك تسوي له فلن بارالايز. فهذا السيت اب الاول حق البوكيمون. يعني في عنده حركات زياده، مثلا ايس بانش، فاير بانش، اذا كان قدامك ستيل
يعني بهالصفة هذه دراين بانش احسن من فاير بانش بالنسبة لي، اذا كان قدامك ستين تكون افيد لك بمراحل اكثر. الشغلة الثانية او الصف الثانية اللي يعني تكون مفيدة بالنسبة له اللي هو تشويس سكارف. تشويس سكارف ميتيور ماش، طبعا ميتيور ماش ما فيها شانس الفلنش، لكن ميتيور ماش 90 دمج مالها، فزيادة مالتها 135 دمج، 20% ترفع اتاكك واحد ستيج واحد، يعني ترفعها تقريبا 50% زيادة اتاك، ف 40% تصير مع سيلين جريس، 40% انك ترفع اتاكك ستيج اللي هو ترفعها 50%، فهذه جدا مفيدة. هارت ستام بعد نفس الشغلة، اذا اللي قدامك تقدر انك تأذيه بالفلنش بطيء، تقدر انك تحاول انك تغثه، مثلا انت معطيه بارالايز قبل، معطيه كونفيوز او داش على البوكيمون اللي قدامك، وهذا كاخر حل لك. درين بانش مثل ما قلت اذا كان قدامك دارك او كان ستيل تقدر انك تستفيد من حركة درين بانش. واخر شيء اس بانش حق البوكيمونات الفلاي، بوكيمونات الجراوند تقدر تستفيد منها ضدهم، خصوصا ان هارت ستامب ما تعورهم، يعني انت راح تعورهم كم 90 دمج على الاتاك اللي هو عندك، لكن هم ودك انه يكون عندك ايس بانش عشان تخلص من الفلاي اللي يكونون عادة ضعاف، او جالك فلاي دارك نفس تانك هذاك ودك انه يكون عندك ايس بانش انك تخلص منه. في السبيشل او التشويس سبيك، السبيشل سويبر يتعلم ساكك تراكيوميتور فلاش كانون ومون بلاست. طبعا الحركات هذه جدا مفيدة، يعني مثلا عندك تراكيوميتور اذا كان قدامك دراجن تقدر انك تتخلص منه، تقدر تغيرها بانك تحط له، يعني تقدر يقول مون بلاست افيد من تراكيوميتور، لكن تراكيوميتور حيل اقوى بالنسبة حق دراجن، لان نقطة ضعفه 130 راح تعور حيل بالمقارنة ب 95 فيري. دراكيوميتور اقوى، لكن تقدر تغير دراكيوميتور بحركات اكثر، مثلا نفس عندك الحركات اللي تقدر تعلمه اياها، تقدر تعلمه مثلا جراس نوت حق الووتر حق الجراوند تأذيهم، تقدر تعلمه حركات نفس شادو بول سيجنال بيم من الحركات هذه، خصوصا ان سيجنال بيم تعطي 10% تصير 20% من اللي قدامك يتأذى يصير لك انفيوز، وشادو بول 40% انك تطيح اتاكه، وثندر بولت والحركات هذه موجودة عنده بعد زيادة. فيعني دراكيو ميتيور تقدر تغيرها باي شيء تبي، سايكيك او ساي شوك لان سبيشال اتاك، لكن سايكيك افضل لان هي تطيح سبيشال فنس اللي قدامك، فلاش كانون لانها ستاب ونفس الحالة وتفيد ضد الفاريات بشكل حلو. مون بلاست يعني مون بلاست 60% انك تطيح سبيشال اتاك اللي قدامك، فانك تطقها تدري اللي قدامك راح ينحاش من جيراتشي، تطقها وتتمنى ان ينزل لك احد سبيشال اتاك راح تطيح سبيشال اتاك، تقدر تسويها مرتين ثلاثة اللي قدامك راح يتأذى ما راح يقدر يسوي ولا شيء. طبعا هني اللي هو نوعا ما السبيشال تانك تقدر تعطيه كون مايند، طبعا هو الإطاف على السبيد والسبيشال اتاك، وتعطي مود عفوا تمد علشان ترفع السبيد وتطيح الاتاك. هني تقدر ترفع سبيد 32 نقطة بس عشان يطوف بوكيمونات معينين، هني مع الليفتوفرز سيلث روك وش علشان يقدر يعيش، كول مايند فلاش كانون. وش مع بروتكت تكون زينة، لكن السيلف روك مفيدة اذا انت عندك احد ينزل السيلف روك، تقدر تشيل السيلف روك تحط بدالها بروتكت علشان تعطي وش بروتكت، بعدين كوميند وفلاش كانون انها ستاب، وتقدر تطق فيها اكثر اغلب البوكيمونات الموجودين ما عدا اعتقد الووتر، ويعني يعني نوعا ما شوية بوكيمونات ما يتعورها من فلاش كانون. ماكس اتش بي 224 على الديفنس و 32 على السبيد علشان تقدر تطوف بوكيمونات معينة، تقدر تغير عاد فلاش كانون اذا حاب تحط اي حركة ثانية. شيء هو مثل ما قلت لكم راجع للشخص اللي قاعد يستخدمه، تقدر تشيل ستيلث روك تحط بدالها بروتكت، او تشيل ستيلث روك تحط بدالها اي شيء ثاني مثلا سايكيك او اي حركة ثانية.
عندك هم بعد اللي هم يسمونه تشستو رستو، انه يكون عنده شيء يرد تشبيه كامل مع تشستو رست وتشستو باري. رست راح ترد تشبيه كامل، تشيل عنه البارالايز البويزن او اي حاله من الحالات اللي تكون عليه، وتشستو راح تقعده من النوم. سايكيك وثندر بولت، ثندر بولت عشان تقدر تحوش اغلب البوكيمونات اللي اساسا ما تقدر تحوشهم بسايكيك. كول مايند طبعا عشان ترفع هذا. ماكس سبيشال اتاك 224 على الاتش بي. مودست 32 على السبيد، هم بعد قلت لكم عشان تطوفون بوكيمونات معينه. الشيء الاخير هذا طبعا البلد، هذا بالذات هذا بلد ال انا اسميه بلد العبط هذا. اذا انت كنت حاب انك تستانس باللعبه، تبي تنزل جيلاتشي عشان تستانس، مو تبي تنزل جيلاتشي علشان تأذي او علشان يعني مرات توصل لمرحله انك بكثر ما تلعب اللعبه ودك انك تدش جيم بس تبي تضحك فيه. فالبلد هذا من البلدات، يعني لو انتم شايفين بلد سلب اللي طاف، البلد هذا هم بعد نوع من انواع العبط والوناسه وكذي. هذا اذا كان عندك جيلاتشي اضافي، سواء مسوي له دوبليكيت من شغله او عندك نسختين او ثلاث نسخ ماخذه من احد او ماخذه من تريد، البلد هذا يكون حلو. مترونوم، فيوتشر سايت، هيلينج ويش، وسايكاب. مترونوم تنقي حركه راندوم من اللعبه من اول ما طلعت لين انتهت. فيوتشر سايت ان بعد دورتين راح تعور قدامك. هيلينج ويش ان تذبح نفسك عفوا بس لها. انك تذبح نفسك والبوكيمون اللي راح ينزل راح تهيله كامل. فاذا كان عندك واحد عايش على فوكس ساش تقدر تسوي هيلينج ويش ترد اتش بيه كامل، واحد عايش على 10 اتش بي 5 اتش بي يعني اتش بيه كان على حد حده تعطي الهيلينج ويش تعبي اتش بيه مره ثانيه، هذه حزتك يكون جراتشي خلصتها. سايكاب ان اللي قدامك مثلا سوى دراجون دانس، سوى اي حركه مهما كانت، تقدر انك تبوق الفايده مالته. دراجون دانس، سور دانس، كوزميك باور، كول مايند، الحركات هذه انك تستفيد من اللي قدامه، ومو مره واحده تقدر تسويها، تقدر تسويها كذا مره. لكن من عيوب سايكاب ان اللي قدامك اذا سوى كيرس مثلا يطيح سبيد، انت راح تبوق طيحه السبيد، فراح ترفع تاكيك، راح ترفع الديفنسك، لكن سبيدك راح يطيح. فهذا اللي حبيت اتكلم عنه عن جيراتشي. اذا حابين اني اتكلم عن بوكيمون ثاني غير البوكيمونات اللي راح يعلنون عنها او يحبون او حابين انهم ينزلونها بعدين، سواء كانت ميستري جيفت او انك تاخذها عن طريق تذكره او يعني الاشياء النادره اللي عندهم اللي اغلب الوقت يسمونها اللي هي سبيشال ايفنت بوكيمون، اعطوني خبر تحت وان شاء الله راح يعني راح اسوي عنه، راح اتناقش عنه باسرع وقت ممكن. بكذي حاب اني اخلص الحلقه. مشكرين على متابعتكم، يعطيكم العافيه ومع السلامه.